كيف أصبح بارا بوالدي مع العلم أني أجد صعوبة في ذلك؟ البر من أعظم الواجبات، والبر شيء هين، ولكن الشيطان قد يثقله على الإنسان. البر أن تحسن إلى أبيك بالقول، وأن تحسن إلى أمك بالقول، فتناديهما بألطف الأسماء والألقاب، وتتحدث معهما، عندك هاتف تتصل بأبيك في أول النهار وأنت ذاهب إلى العمل: السلام عليكم يا أبي، كيف حالك؟ طيب. السلام عليك يا أمي، والله ودي أكون معك لكن أنا ذاهب إلى العمل. في المساء تتصل على أمك: والله لو أن الأم اتصلت بها في الليل وقلت: يا أمي والله أحببت أن أسمع صوتك قبل أن أنام، كم ستفرح في تلك الليلة. ما يكلفك شيئا. الواحد منا يتصل بصديقه وربما في بلد آخر ويبقى ساعة، وإذا قلت لماذا لا تتصل على أمك؟ قال: والله ما عندي وقت. أن تحسن إليهما بالفعل، أن تحسن إليهما بالمال، أن تدعو لهما، هذا من البر. أن تتصدق عنهما، أن تتجنب كل ما تعلم أنه يسوءهما من قول أو فعل، حتى أف. أمك إذا قالت: يا ابني اذهب بي إلى المستشفى، ثم من الغد قالت: يا ابني اذهب بي إلى خالتك، ثم من الغد قالت: خالتك الفلانية اذهب بي، لا تقل أف، لأن هذا يسوءها. وكذلك الأب، والأمر سهل، ولكن لأن الشيطان يعلم أن البر من أعلى المقامات ومن أعلى الأسباب الموصلة إلى الجنة، يثقل على الولد هذا البر. فنصيحتي أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن نحمد الله أن أنعم علينا بأب حي. كم من الأبناء من حرم هذه النعمة ويبكي يتمنى لو يظفر بأبيه ليلة واحدة أو بأمه. نحمد الله أنه أنعم علينا بنعمة الأب، بنعمة الأم، ونبر هذا الأب أو هذه الأم، وسنرى كم من السعادة تحصل في قلوبنا، وكم من بركة الرزق، وكم من بركة العمر. وأعلى من ذلك رضا الله، فإن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. نتذكر هذا، ومن مات والداه فيستطيع أن يبرهما بأن يصلح نفسه ويدعو لهما ويتصدق عنهما ويحج أو يعتمر عنهما إن كان قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه. فأسأل الله أن يرزقنا البر وأن يكفينا شر العقوق.